متابعينا الأعزاء، متابعين قناة المختص للأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف، أهلا وسهلا بكم. كنا حكينا حكاية الديب فريزر الويستنج هاوس ده والمراحل اللي مر بها في الحلقة اللي فاتت، والمرة دي إن شاء الله هنشوف إزاي هنعمل عملية الصيانة الشاملة ليه. عملية الصيانة بتنقسم إلى جزئين، الجزء الميكانيكي أو الجزء الخاص بدائرة الفريون، والجزء الثاني اللي هو الجزء الكهربائي اللي خاص بدائرة الكهرباء ومكوناتها في الديب فريزر ده. بداية احنا اتفقنا وقلنا ان الديب فريزر ده فيه تنفيس او تهريب في المواسير. عادة النوعية دي من الديب فريزر بيحصل التنفيس في الويدر اللي هو الهيتر بتاع جوان الباب، ولكن انا عشان اتأكد وعشان يكون شغلي مظبوط لازم اتأكد من كل المكونات او باقي المكونات انه ما فيهاش عيوب تاني. فاهم حاجة بتقابلني في الديب فريزر ده المبخر او الكويل، فانا عايز اتأكد انه الكويل ما فيهوش تنفيس. لحمت بلف خدمة في ماسورة الراجع وقفلت الكابيلاري وضغطت الكويل على ضغط 200 وسبت العداد عليه لمدة 24 ساعة، رجعت لقيت الضغط ثابت ما تغيرش، معنى كده انه ما فيش تنفيذ في الكويل او المبخر. وبنفس بلف الخدمة اللي انا لحمته بعد ما فرغت الهواء اللي انا ضاغطه وباستخدام الفريون السائل بقوم بعملية تنظيف المبخر من الزيت اللي فيه، لان بقايا الزيت اللي في المبخر زيت معدني من الموتور القديم او من الضغط القديم، والزيت المعدني ما بينفعش مع الفريون ال 134، فهقوم بعملية التنظيف زي ما شرحناها قبل كده في فيديو سابق. وبعد كده ان شاء الله بعد ما اخلص من عملية التنظيف بابتدي اختار المكثف المناسب واركبه، لاني هلغي كل المواسير اللي من الداخل بما فيهم المكثف والويدر. اجيب المكثف وارجع لكم تاني. بعد ما تأكدت انه مفيش تنفيذ في الكويل وقمت بعملية التنظيف الكويل من الزيت، اخترت الشبكة او المكثف المناسب وهقوم بتثبيته في ظهر الفريزر. بختار المكان المناسب، ادي المكثف اللي انا اخترته هيتثبت هنا كده مثلا في ظهر الفريزر، ولكن ما ينفعش ان انا الزق المكثف في ظهر الفريزر كده، لازم يكون في فراغ بينه وبين ظهر الفريزر علشان الهواء يمر من خلاله ويعمل له عملية تبريد. بكسح كده شوية زي اهو تكسيحة بسيطة كده مثلا، وباستخدام شرائح ألمونيوم زي كده مثلا أجيب شرائح ألمونيوم بالطريقة دي، وباستخدام مسمار صلب بسقط الألمونيوم اللي أنا عامله، أجيب مسامير زي كده سنساج بعديها في شريحة الألمونيوم، وبعلق المكثف كده
ونفس الخطوة اللي انا عملتها هنا بكررها من تحت ومن الناحية الثانية فوق وتحت، واثبت المكثف وارجع لكم تاني. اصبح المكثف معايا زي ما انتم شايفين بالصوره دي بعد ما ثبتته. انتهيت من تثبيت المكثف وانتهيت من تنظيف الكويل من اثار الزيت اللي باقي. كل اللي بعمله دلوقتي ان انا هلحم المواسير بتاعتي، ماسوره بدايه المكثف الكبس، وخط الراجع هلحمه تاني زي ما كان، وهركب فلتر جديد. الخطوات دي كنا شرحناها مرارا وتكرارا قبل كده، فمش محتاجين ان احنا نشرحها تاني. هكمل شحن الفريون وارجع لكم تاني. كده انا انتهيت من كل عمليات التوصيلات واللحامات وشحن الفريون. كده خلصت الدائرة الميكانيكية او دائرة التبريد. في الحلقة اللي جاية ان شاء الله هنشوف مع بعض دائرة الكهرباء والضفيرة والاجزاء بتاعتها. شكرا، ومتنسوش الاعجاب بالفيديو.